السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين اليوتيوب تاعنا. اليوم جيت ندير لكم فيديو على كيفاش نقرا وان شاء الله ينفعكم وتدو دي موين ملاح. الوغ ديروا لنا سبسكرايب اذا حبيتوا وزيدوا ديروا لنا جيم ويلا نبداو. بريمير لازم تكوني مخمله البيرو تاعك غير باش تكوني الاز، وهو يستحسن انه تجيبي لي زافرتو معاك كاع واش راح تسحقي باش ما تبقايش اي روتور كيما الماكله الماء. تقدري تجيبي بارفان الحاجه الثانيه هي انه تقرا 25 دقيقه اي 5 دقائق لا 25 دقيقه اي 5 دقائق لا 25 دقيقه اي وهي رايحه. ابغى كي تكملي ربع فترات من هذه تاع 25 دقيقه 25 دقيقه تدي راحه لنص ساعه تروحي تاكلي فيها تكونيكتي فيها جوست بري اسونسييل ما تقريش فيها هكذا باش تبقاي مركزه وما تعيش. حاجه ثالثه انا هذه الحاجه وانا نستخدمها بزاف هي لي هايلايترز اللي تقدري ديري بيهم كي تحبي تلخصي كاش درس وحي بداي تلوسي بيهم في الان وعناوين نتو معاك الافكار الاساسيه وبداي تنقلي منه. سينون تقدري تستخدمي بلي ستيكرز هذا لي ستيكي نوتس تكتبي فيهم اهم الملاحظات نتو معاك وتقسمي بيهم الدروس تاعك. حاجة واحدة أخرى واللي هي الخريطة الذهنية هي أنه تلخصي الدرس تاعك في صفحة واحدة في الوسط تواسي العنوان وتبدأ تكتبي الملخص تاع الدرس تاعك. سينو تبدأ تواسي كما راكم تشوفوا هنا ديري خطوط وتبدأ تكتبي من جهة الشرح من جهة العناوين تو معك من جهة زعما إذا كانوا عندك تواريخ ولا كانوا عندك شخصيات تكتبيهم ثاني من جهة الإسونسيال الدرس تاعك يتلخص في صفحة واحدة. بلانر واللي انا درت لكم عليها فيديو كيفاش نستخدمها انا وكيفاش درتها. هذه البلانر واش دير فيها تسيد تو دو ليست تاعك اللي هي المهام تاعك، دير فيها واش راح تحضري واش عندك ديري وتكتبي فيها المواقع تاع لي زيكزام انت معك باش تعرفي وقتاش تقراي هذيك الماده وقتاش لا. لا حاجه اللي ديرها انا بزاف اللي هي نجيب هذه السبوره صغيره اللي خدمتها وحدي في الدار تكتبي فيها تو دو وتبدي تكتبي واش عندك تحضري في الدرس تاعك زعما عناوين تاع الدروس. سينو تواسي الجولز كيما هكذا باش تبقاي متحفزه باش تقراي. الحاجه الاخرى هي اليوتيوب. انا اليوتيوب نستخدمه بزاف كيما مش فاهمه كاش تمرين ولا مش فاهمه درس نروح نكتب الدرس ونلقى تمرين تمعو وتفهمي فاسيلمون. انا من الاساتذه اللي نتفرج عندهم هما نور الدين ام اش تي ولا عمر وكاين عرام هايلين. انت على حسب النيفو تاع القرايه تاعك. هكذا نكون وصلنا لافين تاع الفيديو تاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم قولوا لي في كومونتير وتلقاو في صندوق الوصف الانستغرام تاعنا وروحوا انتقدونا ولا قولوا واش تحبوا. ليسونسيال ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اوفوار.